التاريخ حافل بالكثير من الشخصيات العسكرية التي استطاعت أن تمجد اسمها بفضل تخطيطاتها العسكرية التنظيمية المختلفة، فلقد وجدنا الكثير جدا من إنجازات القادة العسكريين سواء في الغرب أو الشرق، حتى بدا تأثير هذه الإنجازات في العالم كله. فالتاريخ يشهد منذ البداية على التنظيم العسكري والإداري للقادة العسكريين بدءا من عصر الفراعنة إلى عصرنا هذا، فكل عصر يشهد على براعة قادته، لأن التنظيم العسكري الجيد يحتاج إلى صفات متميزة، وهي الذكاء والفطنة والوعي الكامل بكل النتائج. فالتخطيطات العسكرية والحنكة السياسية هي من أسباب نجاح هؤلاء القادة العسكريين. لذلك نقدم لحضراتكم أفضل القادة العسكريين على مر التاريخ. أولاً، نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية أجمع ليدعوهم إلى الدين الحق، دين الحنيفية السمحة وعبادة الله عز وجل والبعد عن عبادة الأصنام والشرك بالله. فهو أشرف الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، هو محمد ابن عبد الله، قائد عسكري عظيم ولا يمكن إنكار ذلك. ولذلك اعتبر من أكثر الشخصيات تأثيرا في تاريخ البشرية، فهو الناجح على المستوى الديني والدنيوي، واستطاع أن يوسع رقعة الإسلام عن طريق حكمته العسكرية والقيادية. فمنذ الوحي وحتى وفاته لم يهدأ ولم يكل، حتى باتت كلمة الله في كل مكان، فهو موحد القبائل، كما أنه دعا إلى نبذ العنصرية والقبلية ليصبح بذلك أفضل الخلق أجمعين. ثانيا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو الفاروق عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين بالجنة، ويعتبر من أشهر وأهم القادة العسكريين في العصر الإسلامي بل وفي كل العصور. فقد كان خبيرا وقاضيا كبيرا، حيث اشتهر بالعدل، فكان منصفا لكل ذي حق سواء في حكمه على المسلمين أو غير المسلمين، واستطاع بفتوحاته الإسلامية أن يوسع رقعة الإسلام في عهده، حتى ضمت الدولة الإسلامية العراق ومصر وليبيا والشام وفارس وخراسان وشرق الأناضول وأرمينيا وسجستان أو سجستان. فكان له حنكة سياسية وإدارية استطاع من خلالها أن يضم كل هذه البلاد. ثالثا، خالد بن الوليد رضي الله عنه. هو خالد بن المغيرة المخزومي القرشي، وهو الصحابي الجليل الملقب بسيف الله المسلول، الذي استطاع من خلال تخطيطاته العسكرية وبراعته في قيادة جيوش المسلمين أن يفتح العراق والشام في عهد أبي بكر وعمر، وأيضا في حروب الردة. فكان معروفا عنه أنه لا يعرف الهزيمة، واشتهر بانتصارات عظيمة في معارك اليمامة وأليس والفراض، وشارك أيضا في غزوة الأحزاب وغزوة مؤتة، ولم يهزم في معركة قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. رابعا، طارق بن زياد رضي الله عنه، وهو أيضا من القادة العسكريين المسلمين، فقد استطاع أن يقود الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية، كما أنه من أنهى حكم القوط الغربيين لإسبانيا. لذلك انتسب إليه جبل طارق، وهو الجبل الذي وطأ إليه الجيش الإسلامي في غزوه للأندلس. فكان بذلك طارق بن زياد هو القائد العسكري الأشهر في التاريخ الأيبيري والإسلامي، حتى أنه توفي عام 720 من الميلاد من بعد مسيرة تاريخية عظيمة جدا. خامسا، الإسكندر الأكبر المقدوني.
ولد عام 356 قبل الميلاد وتوفي عام 323 قبل الميلاد، استطاع أن يحفر اسمه على جدران التاريخ على مر العصور، فهو أحد ملوك مقدونيا الإغريق، ويعتبر من أشهر القادة العسكريين والفاتحين، واستطاع أن يؤسس أكبر امبراطورية في العالم كله وهو لم يتجاوز عامه 30. ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد أي معركة أو حرب دخلها الإسكندر الأكبر عرف فيها معنى الهزيمة، لذلك استحق قيادة جيش اليونان، واستطاع أن يحطم القوة العسكرية الفارسية كأحد معاركه الناجحة على مدار 10 سنوات. ومن أهم إنجازاته أنه أسس أكثر من 20 مدينة تحمل اسم الإسكندرية في العالم كله. سادسا، كيوس يوليوس قيصر. ولد عام 100 قبل الميلاد وتوفي عام 44 قبل الميلاد، حيث اعتبر من أول القادة العسكريين البارعين في الإمبراطورية الرومانية، فبفضل براعته هذه استطاع أن يحول الجمهورية الرومانية إلى إمبراطورية رومانية، فكان بذلك من أكثر الرجال والقادة في الإمبراطورية الرومانية الذين كان لديهم نفوذ في تاريخ العالم. وقد استطاع يوليوس قيصر أن يطغى على كل ما يعيش فيه بسبب حياته في عصر الحرمان من القانون مع غطرسة الحكام والزعماء عليه. استطاع أن يهزم أبرز القيادات العسكرية في الحرب الأهلية، ومن أهمهم القائد العسكري بومبي، ثم دخل في حرب فتح بلاد الغال. سابعا، جنكيز خان، مؤسس الإمبراطورية المغولية التي اعتبرت أضخم إمبراطورية في التاريخ، حيث بدأ بحملاته العسكرية على خانات قراخيطان والقوقاز وأيضا الدولة الخوارزمية وإمبراطورية جين، حتى أنه احتل مناطق من آسيا والصين، فكان جنكيز خان هو ملك ملوك العالم وقاهر العالم كله، وكان معروفا جدا بذلك، وكان سفاكا للدماء، واستطاع أن يوسع إمبراطوريته حتى ضم الصين ومنغوليا وفيتنام وكوريا وتايلاند وأجزاء من سيبيريا، بالإضافة إلى مملكة لاوس وميسانمار ونيبال. ثامنا، هانيبال أو حانيبال، قائد عسكري قرطاجي استطاع أن يتميز عن غيره من القادة العسكريين على مر التاريخ، إذ هو صاحب اختراع الكثير من التكتيكات الحربية في كل المعارك التي خاضها، فقد كان خلفا لزوج أخته صدر بعل، واستطاع أن يحقق إنجازات كبيرة رغم صغر سنه، كما أنه بسط نفوذه على شبه الجزيرة الأيبيرية، واستطاع أن يقف لموقف روما حينما فرضت سطوتها على البلاد، وكان من أكبر إنجازاته قيادة الحرب البونيقية الثانية، ودخل بجيش مهول من الفيلة الحربية، حتى حقق إنجازات كبيرة جدا في معارك تريبيا وبحيرة تراسينمانيا وكاناي، حتى استطاع خلال مدة قليلة أن يحتل إيطاليا. تاسعا، تحتمس الثالث، سادس فراعنة الأسرة 18، استطاع أن يحكم مصر، حيث كان من أعظم وأقوى الأباطرة في التاريخ، وهو من أسس أول إمبراطورية مصرية تابعة له عام 1455 قبل الميلاد، حيث كان يتمتع بصفات جوهرية جعلته يسود الحكم، فتميز بالتدريبات العسكرية التي لا مثيل لها، مما جعله ذا خبرة عسكرية وحربية ومهارية، بالإضافة إلى كونه شابا مفتول العضلات قوي البنية، وهذا كان واضحا جدا على التماثيل التي وجدت له. عاشرا، نابليون بونابرت، القائد العسكري الذي حكم فرنسا وإيطاليا، فهو إمبراطور فرنسا، استطاع بفضل مهارته العسكرية وتنظيماته وسياسته الأوروبية أن يحكم فرنسا وأن يحارب الإنجليز، حتى أن حملته وصلت إلى مصر، واستطاع من خلالها أن يفرض سيطرته على مصر وفلسطين، لما كان يتميز به من ذكاء ودهاء، حتى كاد أن يحتل أوروبا، وبالفعل نجح في ذلك، حتى وصل إلى موسكو، ولكن استنزفت موارد جيشه، واستطاعت بريطانيا أن تهزم جيشه، حتى أنه نفي بعد ذلك إلى جزيرة سانت هيلانا.
نتمنى لكم قضاء وقتا طيبا وممتعا مع قناة المجلة. لمشاهدين الجدد، اشترك الآن كي يصلك منا جديد الفيديوهات.